Avec toi. Bravo, président. Bravo. Yeah. Merci, Salouel. هذا يوم بالنسبة لنا عرس وفرح، لأنه جبنا كأس في ظروف صعبة ديال الوباء الكوفيد، ويعني دوزنا سنة اللي كانت هي سنة مملوءة بالنسبة للفريق الرجاء بالمتاعب ديالها، لا من بطولة ولا من كأس العرش ولا كأس الكونفدرالية الإفريقية وكأس العرب. فالحمد لله اليوم جاء التتويج هذا ودخل الخزينة ديال الرجاء، بل دخل الخزينة ديال المغرب، لتاريخ المغرب. والحمد لله اليوم هذا الكأس هذه تنهديوها لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، اللي كذلك كان مهتم بنا طول المقابلة وتبع الأطوار المقابلة وكلمنا هاتفيا، وهذا كان شرف لنا كبير. الله ينصر سيدنا اللي هو تيبقى ساهر على الأمة ديالو والشعب ديالو والراحة ديالو.